بعد دورات تدريبية عديدة لأكثر من 400 طالب وطالبة نظمها نادي الروبوتيك بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدمشق وريفها وحلب، استهدف أبناء وبنات الشهداء ودور الأيتام والمتميزين. وبعدها تم تخريج دفعة من طلاب دورة الروبوت بمدرسة المحسنية. لنتعرف أكثر على الدورات التدريبية ومراحلها بصرنا أن نرحب بالأستاذ مهيب النقري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا سعد فيك. صباحك أستاذ مهيب، صباحك. ينعاد عليك إن شاء الله يا رب. بالبداية خلينا نحكي عن الدورات، وخلينا نحكي يمكن عن الأسس الرئيسية يلي استقطبت الدورات من خلالها الطلاب. نعم، طبعا مثل ما ذكرتي حضرتك، الدورات هي عبارة عن اتفاق بين الجمعية العلمية السورية المعلوماتية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. كان الهدف بالبداية تدريب 200 طالب وطالبة بالطلاب الأكثر احتياجا، فنحن توجهنا لدور الأيتام، نوادي الروبوتيك بدور الأيتام ولأول مرة مدارس أبناء وبنات الشهداء. طبعا نتيجة نجاح هاي الدورات طلب الصندوق أنه توسيعها ليشمل ريف دمشق وحلب، فكمان صار في 200 طالب فعليا. نحن خلال 3 شهور الماضيات كان في أكثر من 30 دورة تدريبية، تدريب مدربين، تدريب طلاب، والحمد لله يعني تقريبا انتهينا من هالمهمة الحمد لله، وكان في لها صدى كثير إيجابي. يعني كنت عم نحكي نحن بالمقدمة إنه تم تخريج دفعة من مدرسة المحسنية بعد خضوعهم لدورات تدريبية، شو هي المرحلة المقبلة بعد تخريج هالطلاب اللي عم تنتظرهم؟ نعم طبعا بالتاكيد نحن هي الدورات هي بتعطي الاساسيات بمبادئ الروبوتيك. نحن بشكل اساسي بلشنا بالدورات اللي علاقه بالقطع اللي هي الليجو لتحضير فرق للمشاركه بمسابقه اولمبياد روبوت العالمي. نحن فعليا اطلاق المسابقه الوطنيه راح يكون ببدايه العام. عادة بيستمر التدريب والتحضير يعني أشهر لحتى الفرق تتجهز بشكل جيد. بنفس الوقت كمان عم ندرب المدربين نفسهم على نوع ثاني من خليني أقول الروبوت، يلي هو بيعتمد على بنائه من القطع المحلية، من خليني أقول القطع الإلكترونية، دارات الأردوينو، كل هالقطع اللي هي موجودة بالسوق المحلية واللي هي كلفتها زهيدة أكثر بكثير من الليجو، وبتعلم الطلاب بأعمار صغيرة على كيفية تركيب الدارات الإلكترونية. فكمان قريبا عنا مثل هذا النوع من التدريب في مسابقة خاصة نحن وجمعية كلمات اللبنانية رح تصير بنيسان على الروبوت اللي هو بينبنى من الصفر، من القطع الإلكترونية البسيطة. نعم أستاذ مهيب، يمكن تطرقت للمدربين يلي عم يدربوا الطلاب، كمان المدربين قديش يمكن بدهم دعم او بدهم كمان من يدربهم مو انقاصا منهم، ولكن لتطور التكنولوجيا والتطور بمجال الروبوتيك يمكن من اجل مضاهاة الطلاب عالميا. صحيح. هلا بالتاكيد مشان يكون في استمراريه للدورات التدريبيه خلينا نقول بالجمعيات والمؤسسات اللي دربنا طلاب عليها، نحن كان في طلب انه يرشحوا لنا مدربين هن بدهم يتولوا عمليه التدريب بدور الايتام او بمدارس ابناء الشهداء بنات الشهداء وحتى بقيه المؤسسات. فاغلبيه طبعا المؤسسات والجمعيات رشحت طلاب او مهندسين يعني شباب عندهم خبرات بمجالات يعني خريجين الكترون او معلوماتيه او يعني اختصاصات قريبه. هذا كثير بيساعدنا، لانه تقريبا احنا خرجنا حوالي 80 مدرب بالمحافظات الثلاثه، دمشق، ريف دمشق، حلب. هدول نحن بنعتبرهم يعني ذخيرتنا، لانه المراحل القادمه هن راح يشكلوا الفرق وهن راح يدربوا الفرق وهن راح يتولوا كل العمليه التدريبيه بالمراحل القادمه. نعم، يعني انجازات سوريه كبيره عم تتحقق حتى برا سوريا. كان انجاز بكوستاريكا عام 2017 حصته على المرتبه الثالثه بفريق دي اي بي روبوت، ما بعرف اذا لفظت اسمه صح. خلينا نحكي قد ايه هذا الشيء عم يزيد عليكم المسؤوليه فعلا لتحققوا اكثر، خاصه بهذا الجيل عم تتعبوا عليه فعلا. يعني بالتاكيد نحن من 3 مشاركات عالميه، بدات بروسيا اخذنا 5 على العالم، بالهند اخذنا 2 3 على العالم، بكوستاريكا 3 و4 على العالم. طبعا في فرق عديده هي بين ال 16 الاوائل على العالم، هذا كثير بيعطينا تشجيع
للشباب والطلاب انه نحن قادرين يعني نوصل للمستوى العالمي ونقدر نعطي هالمعلومات اللي هي معلومات كثير تقنيه وكثير عاليه المستوى حتى لاعمار صغيره. فعليا نحن مو بس هي المشاركه بمسابقه اولمبياد الروبوت العالمي، نحن في 4 مسابقات عالميه يعني هالسنه نحن رح نبلش فيها هلا بعد بكره. في فريق طالع على بومبي، معهد بومبي التقني، معهد عالي المستوى، طلاب جامعه كمان لاول مره بنشارك بفريق بهالمسابقه. رح نشوف طبعا كيف ممكن يصير في تعاون بشكل مستمر مع هذا المعهد التقني. في عندنا مسابقة اللي هي مسابقة بالمكسيك رح تصير، هي مسابقة جلوبال اف ال ال، كمان بنحضر فرقنا لهالنوع من المسابقة. طبعا تتشابه كلياتها ولكن بيكون في ادوات شوي مختلفة وطريقة المهام او المهام المطلوبة هي مختلفة. هذا بشجع طلاب الجامعة طلاب المدارس انه يعني يهتموا بهذا النوع من العلوم، لانه بالنهاية هو التعلم عن طريق اللعب. الطالب بيستمتع، بيكون في فريق جماعي، بياخذ المهارات اللي علاقه بالبرمجه بالميكانيك بالالكترونيات حتى هلا من جديد، وبيشتغل مع رفقاته ليطلع افكار ابداعيه، وهون اللي بي بي يعني بي بي بيعطيه اهميه لهالنوع من التدريب. نعم، من خلال يمكن تواجدكم الدائم مع الاطفال وتعليمهم الروبوتيك او ايضا الشباب، خلينا نحكي عفوا بهيدا الوضع الصعب يلي مر على الجيل الجديد، يمكن قديش صعب يكون في يمكن تركيز تام اذا كان حدا مبدع، يعني انتم كيف يمكن بتضبطوا مهارات الاطفال او الشباب الصغار بمكان ما لحتى يستثمروها بتصميمات وهن يمكن بيكونوا بعيدين كليا عن هذا الشيء بسبب طيش او حاله؟ يعني مثل ما ذكرتي، اذا كنت بتشوفي خلال الصيف الفرق كيف عم تتدرب، مقطوع الكهرباء، القاعات كثير شوب، بس هن المصرين ضلوا ساعات لانه بدهم يحققوا نتائج. يعني هذا بيعطيكي حافز انه بدك تستمري معهم تشتغلي مع الطلاب لحتى يعني يعطوا كل ما بيقدروا عليه وكل كل السويات اللي هي سويات تقنيه عاليه. بصراحه نحن اللي عم بيشجعنا انه الاعمار الصغيره اللي هي من اعمار 10 سنين عم تكون فعلا مهتمه بهذا المجال وعم تقدر تتعلم يعني حتى بسرعه. نحن الدوره التدريبيه هي 30 ساعه، عم نقدر الطالب بعدها مباشره يقدر يصمم روبوت، يقدر يحركه، يقدر يشتغل عليه ويستمتع فيه. نحن كثير مهتمين انه يتوسع هذا المجال بكل المحافظات. طبعا التدريب هلا هو شمل هالثلاث محافظات بدايه، ولكن خطتنا للعام القادم ان شاء الله تشمل بقيه المحافظات كلها ونقدر نوصل للطلاب اللي هن متميزين بنكتشفهم. عم نكتشف كثير حالات هي فعلا ما كنا بنقدر نوصل لها لولا هذا النوع من التدريب، وهذا اللي عم يشجعنا للاستمرار بهالمجالات. نعم استاذ مهيب، شو هي التحضيرات اللي عم تحضروا للعام 2018؟ مثل ما ذكرت طبعا 2018 هو حافل بالنشاطات، تدريب مستمر بكل النوادي. حاليا تجاوز عدد النوادي 35 نادي بالجامعات والجمعيات والمؤسسات الاهليه بكل محافظات سوريا. الخطه هي مؤسسه هالنوادي يكون في خليني اقول عمليه واضحه لكيفيه ادارتها، كيفيه تنظيم المسابقات، كيفيه تدريب الطلاب، وحتى تقديم التدريب لعالي المستوى. لانه من خلال خبرتنا من خلال مشاركتنا بالمسابقات لاحظنا انه في دول فعلا في عندها يعني تقنيه عاليه وتدريب كثير يعني هام، عم نحاول نتعلم منهم نتواصل معهم لحتى نقدر نوصل هذا النوع من التدريب هالمناهج المتطوره لطلابنا الطلاب الجامعات والشباب السوريين. نعم استاذ مهيب، خلينا نقول يمكن كلمه اخيره بتحب توجهها بنهايه عام 2017 يمكن، او خلينا نقول نقطه دعم للروبوتيك بسوريا لحتى تكون 2018 هي مكلله باهم النجاحات، يعني او عندك لوم صغير؟ يعني بالتاكيد نحن في اهتمام واسع من 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 جهات عديدة. نحن نتمنى طبعا يكون في اهتمام أكثر من الوزارات المعنية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، نحن طبعا رح نتوجه لهم. في مشروع إن شاء الله يطلق قريبا لمدارس متفوقين ويمكن يشمل حتى بقية المدارس. بصراحة هذا النوع من التدريب هو موجود بأغلب الدول المتطورة، موجود بالمدارس بأعمار صغيرة. نطمح كثير إنه نقدر نوصل هالنوع من التعليم لكافة الطلاب بسوريا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.
رب، شكرا كثير لوجودك معنا، موفقين طبعا بالعام الجديد 2018، تحيتنا كمان لكل الاولاد، كل الاطفال، كل هذا الجيل اللي عم بيحب يتعلم وبيبتكر شيء ويرفع اسم سوريا بالعالي. شكرا لك. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. انت بخير والله يقويكم. ميرسي كثير لكم.